وصلنا لموضوع يمكن كتير مهم مع بداية العام. دائما بنسعى لبدايات جديدة، تحقيق أهدافنا، تحقيق طموحاتنا، وكتير منا بنعرف يمكن مع بداية السنة بنقول لازم نحقق واحد واثنين ثلاثة، ودائما في عنا هيك طموح بيكبر مع كل سنة. صحيح نور، كونه ذكرتي كلمة بدايات، رح نحكي عن بدايات ومؤسسة بدايات يلي سعت من خلال برامجها لتطوير الأفراد من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية. رح نتعرف أكثر على هالمؤسسة وأهدافها والمستفيدين وكل المعلومات أكيد يلي بتهمكم مع لوليا الشطي مديرة مؤسسة بدايات. يسعد صباحك. يسعد صباحكم وصباح البدايات الجميلة والحلوة. شكرا شكرا لكم. يسعد صباحك لوليا. خلينا نحكي بالبداية عن بدايات، كيف بلشت، كيف كانت الفكرة وكيف كانت البداية. أوكي. بدايات مؤسسة ترخصت من 2017 تابعة ترخيصنا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. كان قبل في سنة كاملة عم نشتغل نحضر لحتى ناخد ترخيصنا وندرس أهدافنا صح بناء على الحاجات اللي كنا عم نشوفها، هي حاجات المجتمعية. خلينا نقول انطلقنا بترخيصنا من محافظة ريف دمشق. اليوم بدايات تعمل بكل المحافظات السورية على كل أراضي الجمهورية العربية السورية. كان هدفنا بأنه نحن بفترات معينة نتيجة الأعمال الإغاثية كانت بالوضع اللي كنا عم نشهده، مثل ما كل العالم عم تشهد، كانت توزع مساعدات عينية للمستفيدين بالمناطق الريفية المتضررة. انتقلنا لحتى نحن نشتغل أكثر على تمكين المرأة بتعزيز دورها وتقديم لها، إن كان دورات مهنية وحرفية وإن كان دورات توعية عن دورها بالمجتمع وصورتها بالمجتمع وتوعيتها القانونية. كملنا لحتى نشتغل على مشاريع تنموية لحتى ندعم فيها المؤسسة وفئات الشباب. لوليا حكيتي أنه انطلقنا من احتياجات لمسناها. طبعاً. حسب الحكي اللي قلتيناه وقت عرفتي عن بدايات، مجالات كتير اشتغلتوا فيها، العمل الإغاثي، تمكين المرأة. خلينا نحكي أهم البرامج اللي طبقتوها خلال 7 سنوات من البداية. تمام. بلشنا بمناطق ريفية مثل جيرود، كان في عندنا مركز مجتمعي بيعمل بمركز رديف لتعزيز التعليم لدى الأطفال اللي هن المعلوم متسربين من المدارس والمتسربين لهم برامج خاصة. اشتغلنا مع المجتمع المحلي بجيرود للنساء على انه هن كيف منتجاتهم البيتية تكون منتجات استهلاكية للسوق وكيف بيتم دراسة السوق. عززنا دور المرأة بالمجتمع بجيرود وصارت اليوم هي امرأة عاملة تتمتع بكامل حقوقها. انتقلنا بعدها لجرمانة، شفنا نتيجة واقع الكهرباء والمواصلات والظروف اليوم اللي نحن عم نعيشه، عملنا مثل هاب مركز ليدعم فيه الشباب. هذا المركز هي مثل مايكرو اوفيسز، هي رح تكون الشباب اللي هن جرافيك ديزاينرز او مهندسين عمارة بيحتاجوا بانه هن شغلهم او دراستهم تكون على كمبيوترات، يمكن وضعهم الاقتصادي ما بيسمح لهم او يمكن واقع الكهرباء والانترنت ببيوتهم ما بيسمح لهم. فهذا المركز مجهز بانترنت سريع ولابتوبات بمعايير اللي بتتماشى مع دراستهم وباسعار جدا مدروسه، حتى جزء منها يعني هي مدعوم من قبل المؤسسه. وهذا المركز موجود بجرمانة مثل ما قلت. ضمن المركز في قاعات تدريبيه بنقدم فيها دورات اللي هي مثلا هلا عن جديد في عندنا دورات بديكور مانيكور ودورات ميك اب، هي فور فري مجانا 100% لحتى نساعد النساء بانه هي يعني سبيسيفيك النساء بشكل اكثر موجه والعالم كله انه مثلا ممكن يستخدموا هي الحرفه لحتى هن يحسنوا واقعهم اليوم اللي نحن فيه. بالاضافه الى كان في عندنا ورشات توعيه عم نشتغل فيها اليوم على القضايا المجتمعيه، القضايا العنف، هي كلها كمان عم تتقدم مجانا، عم تخدم كمان جرمانة يعني هي بالريف. عم نتوسع اليوم لحتى يكون في عندنا مراكز ثانية. يعني نحن عدا عن هذا الشيء بنشتغل كأفراد على غرز قيم بالمجتمع. كان عندنا أنشطة بنقدمها نحن لدور العجزة، رح تشوفوا بالصور في عندنا دار الكرامة، رحنا دار الحنان، كان عندنا كرنفال الميلاد مع بدايات اشتغلناه في فترة الأعياد. حبينا الشيء الحلو بتدور انه نحن حبينا المتطوعين، هي كانت الفكره من المتطوعين انه يعملوا شيء هن بايدهم ويقدموه يعني ضمن الفعاليه. فكانوا هيك عملوا جيلي للمسنين وراحوا احتفلوا معهم، قضوا نهار كامل معهم
وغنوا ورقصوا. فهذا الشيء بيعزز وبيغرس قيم يعني ان كان بمتطوعينا وان كان بالاشخاص اللي هن عم يشهدوا على هدول الفعاليات. كملنا لحتى نكمل بالكرنفال، كان في قدرنا نوزع كمان، هي حلوه دمشقيه مشهوره بس اليوم انقرضت، اللي هي تفاحه بسكر احمر. كمان المتطوعين اشتغلوها بايدهم وتقدمت للاطفال بالمناطق الريفيه، نحن بنحكي دويل عكشكول صح معايا، مع بوالين حمر. يعني هي شيء بسيط بس لحتى نحسس الطفل انه حتى لو بالامكانات البسيطه في فرحه عيد يعني راح تكون رغم كل شيء عم نمر فيه. صحيح. مكملين نحن في شغلات اوقات عم نحسدها من قبل متطوعينا، نحن بلشنا بمتطوعين اليوم في متطوعين جابوا زوجاتهم، في متطوعين جابوا اولادهم حتى يكونوا معنا ضمن الفريق. اليوم عندنا اصغر متطوع بنوجه له تحيه اسمه ميار، هو اكثر حدا نشيط سوري ومو بس هيك، يعني عم نشوف انه في ثمرات اليوم عم نحن نقدر نحصدها يعني نحن مثلا من خلال زيارتهم لدور الدور العجزه. فميار عم يرجع كان ويقول هذا الحكي من اهله، عم يقول لسته انه انا رح اهتم فيكي بس لاكبر ودللك وخليكي مبسوطه وما تعكلي هم. يعني هذا مبدا غرس القيم، هذا شيء كثير حلو طبعا. أكيد. ويمكن مثل ما قلتي ببدايه حديثك عم تحاولوا تكونوا موجهين لجميع شرائح المجتمع اليوم، واليوم يمكن مع بداية الحرب في سوريا خلال 10 سنوات شفنا كثير من المؤسسات والجمعيات اشتغلت على كانت موجودة بالمجتمع المحلي واشتغلت على الصعيد الإنساني. اليوم مع بداية عام 2021 نهاية 2021 بداية 2022 شو الأهداف والطموحات اللي حابين تحققوها؟ قلتي انه بدنا نوصل لكل شرائح المجتمع، وحكيتي عن فعاليات ونشاطات على الصعيد الانساني جدا مهمه، واليوم يمكن العامل الانساني نحن ربيانين عليه، يعني كنا نشوف بالحاره بالبيت كيف نقدم السكبه للجيران، كيف أكيد. نتقاسم كل شيء من خلال جيراننا. اليوم شو حابين ببدايات توصلوا لبدايه جديده او أوكي. مشروع جديد او طموح جديد؟ هي رح يكون في مشاريع كثير جديده، رح يكونوا يعني ضمن خطتنا ب 2022 رح يكون في عندنا اكثر من مشروع. الرسالة منه هو رح يكون عم نغرس قيم مجتمعية جديدة أو نضوي عليها خلينا نقول ونعززها أكثر، ورح يكون هالمرة المستهدفين أو خلينا الفئة المستهدفة هي كلنا، يعني مو بس إنه مرأة طفل رجل، كل المجتمع، كل المجتمع بكل فئاته العمرية. بالإضافة إنه نحن اليوم عم نشتغل لحتى نكون أنشطة بدايات رح تشهدوها مثلاً على الربع الثاني رح تكون بغير محافظات، يعني مو بس دمشق وريف دمشق، رح يكون في محافظات ثانية عم نشتغل عليها. والجانب الأهم إنه لساتنا عم نركز أكثر على فئات الشباب، كيف ممكن نحن ندعمهم بحرف مهن، بالإضافة لنبلش إنه نحن بالتشبيكات، لأنه اليوم اوكي المجتمع الى حد ما صار في حوامل مجتمعيه خلينا نقول واعيه انه هي تدعم بعضها، بانه احنا نخلق سوق عمل لهدول الشباب، يعني اقلها بالقدر الكافي خلينا نقول ندعمهم قبل ما يسافروا بالقدر الكافي، يعني نقدر نساعد العالم، شجعهم اتليست وترقبوا مفاجات كثير حلوه جدا جدا جميله، ويعني رح تكونوا انتم جزء منه اكيد رح نكون معكم يا رب. شكرا. يعني قبل ما نختم نخلي هيك الرساله الاخيره تكون منك، رساله حابه توجهيها للمتطوعين أكيد. للاشخاص كيف ممكن يتواصلوا معكم، لجمعيات ثانيه او يعني جهات معينه حابين تتعاونوا معها. اوكي، اول شيء انا عبالي اتشكركم على هذا اللقاء الجميل، وانكم يعني الاخباريه دائما داعمه لنا وحدتكم كثير داعمين لنا كذا كذا نشاط. بدي اتشكر الاشخاص الداعمين ان كانت افراد او مؤسسات او جهات حكوميه للتسهيلات اللي هن بيقدموا لنا اياها وبيساعدونا فيها. بدي اتشكر الفريق اللي نحن لولا ما كنا عم نوصل رسالتنا اكثر واكثر. بدي اتشكر كل المتطوعين اللي هن عاملين لسه بالقضيه اللي عم نشتغل مشانها وداعمين لها رغم كل شيء، لانه نحن التطوع عنا اياه مجاني 100%. بدي اتشكر كل المؤسسات اللي هي عم تدعمنا وعم تشبك معنا، والاهم من هذا كله 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 عبالي اتشكر الفئات اللي هي عم تخلينا لليوم نحن نشتغل اكثر واكثر. مجرد ما انه نحن عم نحقق قصه نجاح مع مستفيد او مع فئه نحن عم نشتغل معها، وعم نشوف قديش هن رده فعلهم عم تعطينا لسه دافع اكبر لحتى نحن نكمل اكثر واكثر،
دليل انه هن صاروا جزء من متطوعينا اليوم. وهذا عم نلمسه من خلال حكيك ونظراتك، قديش انتم فعلا يمكن سعيدين بالانجازات اللي عم تقوموا فيها. ويمكن الشباب السوري اليوم والمتطوع، مفهوم التطوع اختلف عنا بسوريا من 10 سنوات. عم نشوف شباب بعمر الورد من مختلف الاعمار عم يكونوا موجودين على الارض بالساحات على الصعيد الانساني. فتحيه لكل الشباب السوري، نحن بنعتز وبنفتخر فيه وبنفتخر فيكم. نتمنى لكم التوفيق، واكيد نحن رح نكون معكم دائما ببداياتكم جزء، ورح تكونوا موجودين اكيد. شكرا كثير، نتشرف فيكم اكيد. شكرا كثير لكم. قديش مهمه بهي الظروف اللي عم نعيشها انه يعني نعمل نزرع غرسه، نعمل افعال لو كانت بسيطه مهما كانت بالقدرات المتاحه، واكيد الاثر عم يكون كثير ايجابي وعم نشوفه بلمعه عيونك وتاثرك. بدنا نشكرك اليوم كثير لكم لوليا لوجودك معنا. شكرا لكم كثير، موفقين ونهاركم كثير ظريف ان شاء الله يكون. شكرا لك.